السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم من جديد. وقبل ما أنسى الحقيقة، النهاردة حد فاضل جدا من وزارة الشباب كلمني وقال لي ما تنساش تدعي النهاردة لمصر علشان ربنا يكرمنا. وأنا طبعا ده أنا شايف إن ده واجب وطني، مهمة قومية وطنية، إن أدعي لمنتخب بلدنا ربنا سبحانه وتعالى يعني يوفقهم ويكرمهم. أنا صحيح ما بعرفش في الكورة وما فهمش فيها، لكن أحب أوي 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 أشجع منتخبنا. يعني أنا مش متحيز لأي نادي من النوادي، لكن يوم ما يكون فيه ماتش لمنتخبنا سواء كان حتى لو ماتش ودي أحب أتابع وأعرف النتيجة إيه. مش لازم حتى أقعد أشوف بعيني، لكن على الأقل أبقى عارف أول بأول النتيجة إيه. فأنا أتمنى النهاردة ربنا يفرح كل المصريين ويدخل البهجة على قلوبهم، اللهم أمين، بفوز المنتخب. ومحدش يقول لي بقى دي كورة يا مولانا ومش كورة. يا سيدي ربنا يكرم في الكورة ويكرم في الاقتصاد ويكرم في السياسة ويكرم في الاجتماع. والنجاح حلو ايا كان النجاح فين ان شاء الله، بس مبقاش في الفاش في الحاجات الوحشه. دايما النجاح كويس، وربنا سبحانه وتعالى يعني يجعلنا من نجاح لنجاح. وانا دعائي من كل قلبي ان يوفق مصر بلدنا سواء في مع منتخبها النهارده بالتوفيق، ويجيبوا الكاس ويهدى باذن الله لكل مصري، أو يوفقنا في أمورنا كلها وفي عملنا وفي اجتهادنا، ونكون بإذن الله تعالى فوق الجميع بإذن الله ببركة جهدنا وعملنا، وبالأساس بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى.